في ظل الأحداث التي شهدتها طرابلس بين ساسة الصخيرات وميليشياتها ودفع المزيد من جلب المرتزقة الموالين لتركيا وانتهاكاتهم بحق المدنيين، إلا أن البعثة الأممية التي تترأسها ستيفاني ويليامز تغض الطرف عن جانب كبير من هذه الأحداث، ورغم نشوب صراعات بين ميليشيات قريبة من مقر البعثة، إلا أن ويليامز التزمت الصمت دون مراعاة عواقب ذلك على حياة المواطنين من تعرضهم لخطر تنحر الميليشيات. في المقابل تصدر بيانات ويليامز على مدن الشرق والجنوب البعيدة على مقرها، رغم أن تلك المدن التي يؤمنها الجيش الوطني تشهد استقرارا أمنيا وجهودا حثيثة للإعمار. جرائم ميليشيات الصخيرات بإمرة باشا آغا والمدعومين بالمرتزقة من تركيا في الاعتداء على مدينة ترهونة والسجون السرية والقتل والتصفية والخطف بحق المدنيين بالمنطقة الغربية والاعتداء على المتظاهرين ضد الفساد، كل ذلك بعيدا عن ستيفاني ويليامز التي تربطها علاقة قوية مع باشا آغا، الأمر الذي يؤكد انحيازها. رئيسة البعثة الأممية تجاهلت دورها الحقيقي في حل وإنهاء الأزمة السياسية ودعم الأطراف الحقيقية والداعية للاستقرار، بدل من أن تكون جزءا من الأزمة، بل هي أزمة بحد ذاتها في دعم الميليشيات المتناحرة وساسة الفساد في الدولة. كما يبدو أن استعدادات ويليامز لمؤتمر جنيف هي أيضا بعيدة عن الأطراف الفاعلة على الأرض في ليبيا، الأمر الذي يزيد من الأزمة دون حلها بشكل جذري. أبو بكر العقيلي، ليبيا الحدث.